احنا تيم ام اي روبوتكس من جامعه اسكندريه مصر، وانا عبد الله تيم ليدر المسابقه السريه. الفريق اتاسس سنه 2011 عشان يشارك في مسابقه روبوت. على مدار 13 سنه من المشاركه كان هدفنا ان احنا نتعلم جيل ورا جيل ونحقق اعلى الانجازات ونوصل لاعلى المستويات، وده بيتحقق بالنظام الاداري في التيم المسؤول عن تقسيم لكل شخص وظيفه معينه بدون محدد. بيتقسم الفريق لتيم سب تيمز، تيم كهرباء وتيم ميكانيكا، وبيكون هدفنا كل سنه ان احنا نتطور اكتر على الجانبين الكهربائي والميكانيكي. نتيجه لده فاحنا موجودين هنا بننافس للسنه الخامسه على التوالي في المسابقه الانترناشونال، وهدفنا ان احنا ان شاء الله نحقق مركز اول ونطبق اكتر العلم اللي احنا بنتعلمه. بالاضافه لمشاركتنا في مسابقه اي بي بول، فاحنا كتيم واحد بنشارك في مسابقات ثانيه كتير، ابرزها مسابقه ميد ار بي، واخر انجازاتنا كانت فيها كان تحقيق المركز الرابع انترناشونال بعد المشاركه للمره الخامسه اخر 6 سنين. انا مروان الغرباوي الكتريكال تيم ممبر في ام اي. احنا السنه عندنا منقسمه 4 فترات اساسيه. اول فتره بتبقى فتره التريننج، هنا ساعتها بنعلم جيل جديد توبكس الروبوتكس المهمه زي البروجرامينج والامبيدد سيستمز وراس وغيره كتير. تاني فتره عندنا بتبقى فتره الار ان دي، هنا بنبتدي نتعلم على بروتوتايب روبوت نبتدي نشتغل عليه. كل واحد فينا بيبقى شغال على جزء معين في الروبوت، بعد كده في الاخر بنركب كل حاجه مع بعض، سواء ميكانيزمات اكواد ديتكشن مودلز بيرو كتير، في الاخر بنكون برودكت واحد نتيجه شغل كل واحد. تالت فتره عندنا بتبقى فتره المسابقه. تالت فترة عندنا بنبتدي نشتغل على روبوتات في المسابقة، وهنا بنحط أهداف المسابقة الأساسية قدامنا وبنبتدي نشتغل عليها، وبنقسمها لميشنز وبنبتدي نشتغل على كل ميشن لوحدها، وبنعمل زي حتة البروتوتايب روبوت. احنا بنجمع كل حاجة مع بعض في الآخر وبنكون برضه برودكت كبير. رابع فترة عندنا هي فترة التستنج، بنبني ملعب المسابقة ونحط الروبوتات على أرض الواقع وبتدي نشغلها. طبعا ساعتها بتوضح المشاكل وساعتها بنبتدي نشتغل عليها، ولو مفيش مشاكل بنحسن الوضع الحالي وبنقدر نشتغل طول الليل. انا ايه اشرف، دفعه ميكاترونكس 26، بشتغل هاردوير انجينير في ام اي اي. احنا كهاردوير سيستم بنبدا الاول بالموتور سيلكشن، بنشوف سواء في الموفمنت سواء بنشتغل بروشد او بروشلس، في ميكانيزم سواء مثلا بنشتغل بستيبر بسيرفو، بنبدا برضو نشوف الباتري اللي عندنا الباتري سيلكشن، بحيث ان احنا نشوف السي ريت من ناحيه الباتري كاباسيتي بحيث اللي هي تقضي معانا الوقت اللي هنشتغل بيه في المسابقه. وبكده على اساسها بنعمل ديزاين للبي سي بيز، بنعمل تيستينج وبنانتجريت مع اللو ليفل والهاي ليفل كودز بحيث لو نحكم في الميكانيزم فيه. انا نور حسن، دفعه 26 باور سيستم، دخلت التيم من سنه كالكتريكال ممبر، واكتر حاجه اشتغلت فيها هو مجال الكنترول. مجال الكنترول من الحاجات اللي تبع القسم بتاعي، فلما دخلت التيم قدر ان هو يوفر لي الجاب اللي كانت بين الخبريه العملي وبين الدراسه، ودي كانت اكتر حاجه نهت ريتم الكليه. انا اسمي عز الدين من فريق ام اي اي. السنه دي كانت اول سنه ليا في التيم، وبصراحه كانت تجربه جميله جدا.
تخيل تتعرف على ناس كتيره جدا في وقت قصير، وكلهم عندهم نفس الشغف بتاعك ونفس الاراده، وكلنا شغالين نحو هدف واحد كبير جدا شبه مسابقه ADU وروبوكون. ولو يرجع بيا الزمن كل مره اختار نفس الطريقه، مش تضمن على اي حاجه. محمود عصام، قسم اتصالات الرابعة. احنا في تيم واي بقالنا 5 سنين بنشارك باسم مصر في مسابقة الوكون. قابلنا تحديات كتير السنين اللي فاتت، بس السنة دي ان شاء الله جاهزين ان احنا نعمل شيء مشرف ونكسب مركز من مراكز الوكون المتقدمة. السلام عليكم، انا اسمي منى المهدي، دفعة 24 علوم اس ام. انا السنه دي كانت اول سنه ليا مع تيم ام اي كالكتيف نمبر. احنا بنشارك في مسابقات مختلفه، لكن انا تركيزي كان على مسابقه روبوكون. المسابقه دي احنا بنحضر لها بقالنا سنه تقريبا، بنشتغل عليها بشكل يومي، ومستنيين ان شاء الله ربنا يوفقنا في الايام اللي جايه ونشوف نتيجه تعبنا.